السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا كريم. متابعينا الأفاضل، يطيب بكم اللقاء دائما وأبدا. رحلتنا مع المراسلات التجارية بدأناها منذ عدة حلقات وسنتابعها بإذن الله تعالى اليوم. بداية، ما الذي تعرضنا عليه وما الذي ذكرناه في الماضي؟ حكينا في المرة الماضية، أول شيء حكينا أن المراسلات التجارية هذه الرحلة سنتكلم فيها عن ماذا؟ عن أول شيء، إذا أنت أردت أن تكون تاجرا تستورد البضائع من أي جهة في العالم، فأنت أول شيء عندك موضوع الانكويريز، يجب أن تستفسر عن المنتجات التي تود أن تشتريها، يجب أن تستفسر عن الخدمات إذا كنت تطلع تدرس في الخارج. فالانكويريز لها فن ولها طريقة، وهذا ما نتحدث عنه اليوم. وبعد هناك حلقات أخرى، لو أنت كنت أيضا كوميرشال مانجر، مدير تجاري، وأتى من يستفسر منك عن الاستعلامات، فكيف تكتب له عرض أسعار وتجيبه؟ كيف تعمل أوردرز للشراء، طلبات شراء من الخارج؟ كيف تعمل مراسلات فيما يخص بموضوع الذمن ودفع الذمن يعني أنه ضمان مستحقة عليك، كتابة شكوى أتتك بضاعة فيها مشاكل، صار في عندك شخص اشترى منك أو أنت اشتريت وفي هناك مرتجعات من البضائع، كيف تكتبها وتعبر عنها بلغة إنجليزية سليمة؟ مراسلات بخصوص البيع على الحساب، إذا أردت أنت أن تبيع شخص بالدين، إذا أردت أن تطلب وكالة تجارية، ماذا تطلب وكالة تجارية؟ فما هي مراسلاتها؟ وهناك الشحن والتخليص الجمركي وطرق الشحن، وهناك أيضا مراسلات عامة. هذه نحن الآن، هذه هي العناوين في هذه البرامج وهذه الحلقات المتتالية. نحن الآن نتحدث عن ماذا؟ نتحدث عن الانكويريز، عن خدمات أو بضائع. هذا هو موضوعنا لهذا اليوم. إذا تعالوا نفكر مع بعض، لو أنت أردت أن تعمل استفسار لبضاعة، فشو الأمور التي تحتاج إليها؟ الأمور التي تحتاج إلى معرفتها، هذا موضوع كثير هام، هذا كثير موضوع حساس. ما هي الأمور التي تحتاج أنت إلى معرفتها؟ نعيد مرة ثانية، فكروا معي، وإذا في مجال تكتبوا بالتعليقات، ما بعرف إذا الصوت واضح، رجاء لو الصوت واضح بس اكتبوا لي كلمة واضح حتى أتأكد إنه كلياتنا on the same page. فإذا أردت أنت هلأ أن تستورد بضاعة أو تستفسر عن البضاعة، ما هي محتويات هذه الرسالة؟ كيف نحن نستفسر عن البضائع؟ ذكرنا في الحلقة الأولى أهم شيء تعمل أنت مخطط للأفكار قبل أن تبدأ في كتابة أي مراسلة تجارية. ما هي الأفكار التي ستسردها؟ سنراجع الأفكار ذكرناها في المرة الماضية. الأفكار هي كالتالي بشكل عام، أول شيء تريد أن تعرف أن تخبرهم من أنت، من أي شركة، من أي tell them what sort of organization you are. هل أنت منظمة، هل أنت شركة، هل أنت مؤسسة، هل أنت تاجر، هل أنت ماذا؟ هذه محتويات الرسالة. رقم اثنين، tell him how did you hear about the company you are contacting. كيف سمعت عنهم؟ Number three, other references. هل هناك أشخاص عرفوك؟ هل هناك جهات رسمية أعطتك عنوان المعمل الذي تود أن تستورد منه؟ Number four, asking for catalogs, price list. اطلب منهم عرض الكتالوجات، قوائم المنتجات والقوائم الأسعار الخاصة بهم. هذا ذكرناه في الحلقة الماضية. وصلنا في هذه الحلقة إلى asking for what, asking for details. هذا ما سنتابع به رحلتنا، لكن أول أربع نقاط already نحن هذه النقاط الأربعة ذكرناها. هناك نقطة هامة جدا، ما هو مرجعنا في هذا في هذه الدورة؟ المرجع هو كتابكم Oxford Handbook of Commercial Correspondence. You have to buy the original book. How to buy the original book? To buy the original book, we gave you the link. في عندك بأمازون.com. I will share with you the link. You can order the book from Amazon.com. بإمكانك أن تطلب هذا الكتاب
من شركة أمازون بيشحنوا لك إياه إلى البيت، أو إذا هناك خيار آخر بإمكانك أن تطلب الكتاب من شركة noon.com، وأيضا noon.com they will ship the book to your doorstep. So to be with us you have to buy the original book, and this book called Oxford Handbook of Commercial Correspondence by A. Ashley. She's one of the best books. هذا من أحسن الكتب في هذا الموضوع. طيب الآن نحن الآن أنت تريد أن تبعث مراسلات تستفسر فيها عن الخدمات أو المنتجات. وصلنا إلى asking for details. What do you mean by asking for details? I mean here when asking for goods or services, you should be specific and state exactly what you want. يجب أن تكون محدداً أن توضح تماماً ما الذي ترغب به. يعني هناك المعامل في العالم عندها آلاف المنتجات، ولكل منتج هناك رقم محدد، هناك ديزاين تصميم شكل محدد، هناك منتجات صالحة للبلاد الباردة، هناك المناطق مواصفات خارجية للبلاد الحارة. فيجب أن تحدد تماماً ما هي المواصفات التي ترغب بها. If replying to an advertisement، قد تكون أنت قد قرأت إعلان وتريد أن ترد على هذا الإعلان، you should mention the journal or newspaper and its date. يجب أن تذكر فيه ما هي المجلة أو الصحيفة وما هو تاريخ إصدارها، and quote any box number or department number given. غالباً وبيضعوا الشركات العالمية الإعلانات في المجلات والصحف العالمية، لكل إعلان هناك رقم مرجعي serial number or box numbers. box يعني الإعلان يأتي في مربع وله رقم، فيجب أن تعطي هذا الرقم. لماذا؟ غالباً ما تكون المعامل متعاقدة مع المجلة فتنشر لها حوالي 50 إعلان. فإذا أنت قلت والله أنا في إعلان الذي وضعته في نيوزويك ماجازين مثلاً على سبيل المثال، طبعاً نحن نتكلم عن مجلات تخصصية صناعية وليست مجلات عامة، فهون هذا الشخص بيقول لك أي واحد منهم أنا وضع 50 إعلان، فلكل إعلان تذكر هناك مربع، هناك رقم، هناك department number given. example box number 341 department 4/128. ليش؟ لأنه حتى جوات الشركة قد يكون هناك عدة أقسام وعدة departments ولكل واحدة وضعت إعلان. إذا لا يجب أن تكون مفصلا فيما ترغب به، وإلا النتيجة سيرسل لك منتجات غير التي تطلبها، خصوصا إذا كنت أنت تطلب قطع تبديل لآلات أو لمعدات صناعية. فتصورت كارثة لو أنت بعد انتظار طويل وصدق غير قطعة ودافع حقها وعود اكتب لهم. يعني أنا بتذكر أحد المرات أحد كبار الأشخاص المحترمين طلب شيء من يعني منتج الكتروني وانتظر شهر ونصف في الشحن البحري حتى وصله، وكان عنده بروجكت وعنده ديدلاين للتسليم، ونسي أن يكتب لهم تفاصيل أنه الكهرباء عنا 220، فوصلت له قطعة الكهرباء 110 عن doesn't have any converter، ما في عنده أي محول. وشوف خيبة الأمل الشديدة له ولزبائنه بعد هذا الانتظار الطويل. فيجب أن تكون هنا التفاصيل، بيقول لك devil's lies in the details، الشيطان يقبع في التفاصيل. يعني المشاكل اللي الشيطان بيولد مشاكله بهذه الخلافات التفصيلية، فيجب أن تكون دقيقا. and if ordering from or referring to a catalog، لو كنت أنت عم تطلب من مجلة، إذا ذكرنا تأخذ عنوان هذا النص أو هذا عنوان إعلان. إذا كنت أنت عم تطلب من كتالوج أو كتالوج المعمل أو بروشور أو بروسبكتس، البروسبكتس إن نحن هي نشرة دعائية، always quote the reference، دائما حط الرفرنس تبع الرقم المرجعي لهذا الإعلان أو لهذه النشرة أو لهذا الكتالوج. أنه كل سنة بيعملوا كتالوج مختلف، ولكل أحيانا إذا كان ملابس عندك أزياء الفصل الربيع والخريف والشتاء. فيجب أن تكتب هنا مثلا example category or cat، cat stands for category number A149، item number 351، course BL362. فهذه كلها أمور هامة جدا. على سبيل المثال I'm replying to your advertisement، إذا أنت عم تقول أنا عم أكتب حتى عم تعطي إشارة للإعلان الذي وضعه، فما بتقوله والله إشارة إلى هذا الإعلان. بكل بساطة أنا أجيب على إعلانكم الذي تم نشره في تاريخ الفلاني. I am replying to your advertisement، أنا أجيب على إعلانكم in the June edition، في إصدار شهر جون، of Taylor and Cutter، لمجلة اسمها Taylor and Cutter.
يعني الخيط او الخياط والقصاص. I would like to know more about the steam presses which you are offering at a at cost price. اريد ان استفسر اكثر عن اسعار المكاوي التي انتم عرضتوها بسعر مخفض او بسعر التكلفه. مثال اخر, I will be attending the auction to be held at Turner House. هناك فلنفرض مكان فيه دائما auctions, اللي هو شو الاوكشن, اوكشن لمزادات. فهنا عندهم مثلا منطقه للمزادات اسمها سن او مكان Turner House. فبقول لك انا 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 انوي ان احضر هذا المزاد بتاريخ on 16 February and I'm particularly interested, وانا مهتم بشكل خاص in the job lot listed as item number 351. job lot اللي هو مثلا قد يكون مشروع, مزاد لمشروع, مزاد لمناقصة, مزاد لشيء انت بدك تقدمه. فانا مهتم بهذا الموضوع. اذا نعيد, انت الان تكتب رسالة تستفسر فيها عن منتج او خدمة وكيف نصيغها. هنا يجب ان تذكر التفاصيل. Could you please give me more information about course BL362? انت بدك تحضر دورة حاليا او بدك تسافر مثلا للندن تحضر فلنفرض دبلوم بجامعة في لندن. فقبل ما تطلع بدك تحجز, بدك تاخذ معلومات عن هذا البرنامج التدريبي. Could you please give me more information about course BL362 which appears in the language learning section? أنا أعطيني معلومات عن هذا الكورس والذي ظهر في قسم تعليم اللغة الإنجليزية of your summer prospectus في مجلة فصل الصيف. I would appreciate more details about the university communication system which you are currently advertising on your website. أنا مهتم جدا بما نظام التواصل الجامعي الذي أعلنت عنهم في الويب سايت. فالعبارات اللي بعملها هايلايت هي العبارات الهامة. I would appreciate more details about. Could you please give me more information about. I suggest, أنا بقترح كل واحد بيناتنا موجود يكون عنده ورقة وقلم ويعيد كتابة هذه الأمور على جنب, ودائما وقت بده إياها بيرجع لها. ذكرنا في الجلسات الماضية يجب أن يكون عندك سوايب فايل. السوايب فايل اللي هي فيها المحتويات اللي أنت بترجع لها. لكن حكينا إحنا الآن عن asking for details. ناخذ على سكشن جديد في ماذا في هذا الموضوع اللي هو asking for samples. انت لا تطلب اي شيء, تبعد انت inquiries, تطلب عن منتجات او خدمه بشكل عام. لا, انت عم هنا انت تستثمر اموالك. وانت تستثمر اموالك, انت تستثمر اموال من معك. انت بدك تسوي مشروع وتجيب بضاعه, فما حد غامر انك تجيب بضاعه قبل ما تاخذ نماذج من هذه البضاعه. وهذه النماذج احيانا كثيره تعرض على الهيئات والوزارات المحليه لاخذ الموافقات عليها. فخصوصا هناك فلنفرض لعب اطفال بحاجه لمواصفات نوع البلاستيك المستخدم. تصور انك انت تستورد البضاعه وتصل الى الميناء وثم تفاجئ ان والله البضاعه لا يمكن اخذ اي موافقه عليها. فاذا انت اثناء طلب اي منتج او خدمه تطلب منهم غالبا نماذج, عينات. حتى لو كان في دورة بتقول له أعطيني فيديو مسجل بسيط للمدرب, أعطيني شيء أعرف أني أنا ما عم أشتري سمك بالمي, أنا عم أخذ شيء بحاجة أني أدرسه وحاول أني أجربه. هذا شيء من حقق الطبيعي ومتعارف عليه دوليا. I need samples. حتى تأخذ وكالات, ما أنت مو معه لتعمل commitment لمنتج. والمعامل دائما يأتوا إلى المعارض ومعهم samples. هذه العينات يجب أن تكون موجودة معك. أنا بذكر مرة أحد أصدقائي كان بده يستورد أحذية, فقال لحاله تعال نحن نجيبكم صبات على العيد تحت حجة إنه إحنا بدنا سامبلز. راح لمعمر ضخم قال له أعطيني نماذج أنا حابب أجربهم ويكون قياسهم كذا على قياس أجره. بعثوا له فردة واحدة من كل موديل, لا عاد في يلبسهم ولا عاد في يبيعهم, واضطر بعدين إنه يجربهم. بس كان الإنسان صادق وأخذ بعدين اشترى منه البضاعة وصار يبيعها. إذن إذا نحن عم نرجع نحن عم نقول إنه you might want to see what a material or items look like. بدك تشوف أنت شو نوع المواد أو المصنعة أو كيف تبدو على هذه المنتجات بدك تستوردها. Before placing an order, قبل أن شو تسجل طلب شراء. Most suppliers are willing to provide samples or patterns so that you can make a selection. أغلب الموردون
يعني يرغبون، ما عندهم مشكله to provide samples، ان يعطوك انا عينات نماذج and patterns وعينات so that you can make a selection، كي تختار منها. قد يكون هناك عدة ألوان. However، على كل حال، if you would send a complex piece of machinery for you to look at، يعني لو أنت بدك تأخذ مثلا منتجات كبيرة، فلن تجد من الكثير من الناس من يرغب أن يعطيك، لازم تشتريها أحسن. يعني إذا كان منتج كبير يجب أن تدفع ثمنه وتشتريه. Instead, you'll probably be invited to visit a showroom. إذا ما فيك تشتريها، فلنفرض إنك تشتري بدك معمل، أوكي؟ فبيقول لك أخي أنا بدي سامبلز، ما فيك تأخذ سامبلز. بيقول لك والله روح على البلد الفلاني، قد يكون مثلا أنت بدك تستوردها، فعندك مثلا في الأردن هناك من استوردها، فقال لك نحن بنرتب لك موعد مع صاحب المعمل في الدولة المجاورة، اذهب إليها وزر هذا المعمل وانظر إلى الآلات، وسيكون خبيرنا موجود هنيك. فهنا instead you would probably be invited to visit a showroom، سيتم دعوتك لزيارة صالة عرض، or the supplier would offer to send a representative، أو قد يرسل إليك مهندس أو شخص ممثل للمنتج. بكل الحالات، in any case، بأي حال، if it's practical، لو كان هذا الشيء عملي، ask to see an example of the article you want to buy، اطلب انه النماذج او مثال عن الشيء المنتج الذي انت بدك تشتريه. انا اذكر في احد المرات اللي حصلت معنا، هناك كنا نريد ان نتعاقد مع شركه بريطانيه من اجل خدمات، وهذه الشركه البريطانيه نحن طلبنا منها انه يا ايها الشركه البريطانيه، احنا قبل ما نتعاقد على استشارات معينه في تاسيس نوع محدد من المنتجات، هل انتم اسستوا شركات سابقا؟ انا بدي منكم تعطوني نماذج، خذونا نروح نشوف شركات انتم اسستوها. فتم دعوتنا لاحد الاماكن، ذهبت الاداره او المسؤولين، زاروا الموقع الذي اسسته هذه الشركه التي تقدم الخدمات. بناء على هذه الزياره تم اتفاق على التفاصيل وتم الدخول في عقد استشاري. من حقك الطبيعي ان تطلب اذا ماذا عينات او تطلب نماذج عن هذه الشركه. على سبيل المثال، when replying، عندما تردون علينا على رسالتنا، could you please enclose a pattern card، في مجال تعطونا نحن نموذج او عينات. pattern card على سبيل المثال، تذكرت انت كنت تشتري اقمشه بدك تفصل بنطلون او جاكيت، بتروح على اماكن الاقمشه في بيطلعوا لك مثل لائحه فيها كل انواع الاقمشه ورا بعض البعض، فهي هنا قد يكون مثل هذه العينات قد توصل. قد ياتيك مثلا بدك تستورد انت سيراميك، فبيعطوك انت كمان عباره عن ملف فيه قطع من السيراميك وكيف بيكون شكلها. فهون باتون كارد يعني عباره عن بطاقه فيها العينات. We would also appreciate it if you could send some samples of the materials so that we can examine the texture and the quality. هنا عم تقول احنا شو، انه اذا انتم بامكانكم تعطونا ماذا؟ انه عينات عن ماذا؟ عن، ونشوف احنا اذا انتم في امكانكم تعطونا عينات، could send us some samples of the materials، للمواد اللي بنستوردها، so that we can examine، كي نختبرها، نختبر the texture هذه القماش and the quality، ونختبر الجودة. ولكن نحن كثير كنا نساويها، ما نستورد شيء خصوصا اللي يستورد من دول آسيوية، فلازم شو يعمل؟ لازم يجيب الماتيريال قبل ما يشتريها ويروح يختبرها، يروح يدور عليها، يروح يشوفها كيف، يحطها بالغسالة، يحطها بالأماكن، يحاول دائما يعرف شو تفصيلها شو هي. أنا كلمة pattern card، شو يعني pattern card؟ باتن كارد إلى عدة معاني على حسب المنتجات، على حسب الأمور. فعلى سبيل المثال مثلا في الأزياء، قد يكون هون الباتن كارد اللي كان بتذكر اللي من زمان يجيبوا مجلة البوردة، بوردة يمكن اسمها بوردة أي. فهي بيكون فيها مثل الباترن، إنه كيف الرسم تبعه وكيف التفصيل. إذا باترن كارد إلى عدة معاني. أنا بقترح عاد أنت بتلاقي هيك شيء، بتروح على جوجل بتحط على الإيميجز، فبيطلع لك عينات للكلمة التي تبحث عنها. كنت أتشارك معكم بعينة بس الموضوع ما طلع معك as I wanted to be. نجي على بعدها. Before selling toys، قبل أن نبيع نحن ألعاب، we prefer to test them for safety، نحن نرغب بماذا؟ نحن نرغب بأن
يتم اختباره من أجل ماذا؟ من أجل الصحة، من أجل سلامه. Could you therefore send us at least two examples of the sprite range؟ هل أرسلتم لنا عينتين من الرينجات أو نوع سيريز معين من أنواع الألعاب اللي إحنا بدنا نستوردها منكم؟ I would like to discuss the problem of maintenance before deciding which model to install in my factory. أود أن أناقش معكم مشكلة الصيانة أو موضوع الصيانة قبل أن أخذ قرار حول ما هو الموديل الذي سيتم أقوم بتركيبه في معملي. Therefore, لذلك I would be grateful سأكون ممتنا if you could arrange for one of your representatives إذا فيكم ترتبوا مع أحد ممثليكم to call on me within the next two weeks إنه يتصل علي خلال أسبوعين. Where can I see a demonstration of this system؟ أين بوسعي أن أرى عرضا لهذا النظام الذي أنتم بتكونوا تبيعوه؟ إذا أخذنا هون asking for samples, patterns and demonstrations. تمام؟ إذا في أي سؤال يا ريت تكتبوا لي بالملاحظات، سواء كنتوا عم تلاحظوا ملاحظة عم تشوفوا الحلقة الآن أو في وقت آخر. بعدين أنت الآن تشتري، عندك terms، عندك طرق خاصة، عندك شروط خاصة بالدفع، عندك طرق خاصة بالشروط التعامل، عندك خصوم خاصة ترغب بها. فهون أنت بهذه الرسالة ينصح أنك أن تطلبها من هذه اللحظة وأن لا تنتظر أنه هنا نعطوك إياها. Companies sometimes state prices and conditions in their advertisement or literature. كثير من الأوقات بتلاقي الشركات في الإعلام بيقول لك والله في خصم 20%، يضعون الأسعار وشروط البيع في الإعلانات، تمام، أو الليترتشر أو المواد الدعائية الخاصة بهذا المنتج. And may not like prospective customers making additional demands. وقد لا يرغبوا أن يأتي الزبون ويطلب طلبات أخرى جديدة. على كل حال، however, even if conditions are quoted، حتى لو قالوا هذا الموضوع أنه ذكروها، you can mention that you usually expect certain concessions. من الأفضل أن تذكر له أنت أنه أنت غالبا ما تتوقع بعض التنازلات concessions، and politely suggest that if your terms were met، وبكل لباقة أنت اقترح لهم لو أن حققوا لك شروطك you would be more likely to place an order. فهذا سيجعل من الأرشح من الأرجح أن تعمل أنت طلب شراء. يعني بيقول لك الولد إذا ما بيبكي إما ما بترضعه. If you don't ask you will not get. لازم أنت تسأل هذا الموضوع. لا تستحي، الحياء في الرجال ورث الفقر. اطلب أنت شو شروطك. مثلا we usually deal on 30% trade discount. نحن غالبا ناخذ 30% خصم. هلا شو انواع الخصومات الموجوده؟ بشكل عام المصنعون وتجار الجمله يقدمون خصما على صافي السعر، تمام، يعني هذا هي شيء موجود، او اجمالي السعر. صافي يعني بعد خصم النفقات، اجمالي السعر، السعر مع النفقات الثانيه. ويوجد عده انواع الخصومات، عندك الخصم على الكميه كوانتيتي ديسكاونت، بيقول لك إذا أنت تجاوزت رقم معين، أخذت أكثر من 1000 منتج، 1000 كرتونة، فبيكون عندك خصم. هناك خصم على المبلغ في حال كان الدفع نقدا، فهون إذا أنت كاش ديسكاونت، إذا أنت دفعت لهم كاش بيكون في خصم. كمان هناك خصم يمنح لمن يتعامل مع شركة على المدى الطويل ويدعى بخصم الولاء loyalty discount. فأنت هون أثناء الموضوع بتقول لهم we usually deal on 30% of trade discount، خصم تجاري، on trade discount basis with an additional quantity discount، وهناك ايضا خصم على الكميه for orders over 1000 units. فانت بتقول انا بشكل عام بستورد هذه المنتجات من المعامل، وعندما استوردها احظى بهذه الخصومات من الجهه المورده. وانت بتحط شروطك اول شيء، فخلي الموضوع عندهم، قد يكون من اولها يقول لك ما بدنا، فما بتضيع لا وقتهم ولا وقتك، على حسب قديش بتوفي معك وقديش انت. الاهم شيء بالتجاره الشطاره بالمسواق، الشطاره انك تجيب تعصرا لاحسن سعر وافضل بضاعه، مو على حساب البضاعه. ما بدنا ستوكات، بدنا بضاعه تكون جيده. رقم 2، as a rule، بشكل عام كقاعده عندنا في التعامل،
our suppliers, موردونا, allow us to settle by monthly settled statement, and we can offer the usual references if necessary. الموردونا بيسمحونا ان احنا ندفع لهم دفعات شهرية. يعني احنا ندفع لهم كاش كله, كل شهر بياخد دفعة. And we can, وحتى هنا نعملوا هالشيء بدنا نرجع, يعني ترى انت غريبة عليهم, هل سيرضوا انه يحطوا بضاعتهم عندك بدون ما ياخذوا حقها ويستنوا دفعة شهرية؟ اذا بتقول لهم والله انا في شهبندر التجار الفلاني وفلان الفلاني بستورد من عندكم, هدول الناس بيعرفوني وبيكفلوني, فخلص هون بتلاقي تعطي ثقة. اهم شيء بناء الثقة بالموضوع. مثال اخر, we would also like to point out that we usually settle our discount on a DA basis with payment by 30 day bill of exchange. شو يعني DA basis؟ نحن غالبا بندفع الحسابات on a DA basis and payment by 30 day bill of exchange. هاي سنذكرها عندما ندخل في الاعتمادات المستندية. DA بشكل عام عندنا في عبارتين حتى نعتبر معنا, شيء اسمه DS وفي شيء اسمه DA. DA هي documents against acceptance, يعني وقت ببعثوا لك على وقت بيشحنوا المنتجات ببعثوا كمان بالبريد السريع المستند الاوراق الاعتماديه للبضاعه المصدره, فتذهب انت الى البنك وتستلم هذه وتوقع عليها, وتتوقع عليها انت بتدفع له المصاري. في شيء خيار ثاني بيعملوا اثناء الاستيراد, انه انت بعد ما تروح انت تاخذ البضاعه وتشوفها معك 60 يوم حتى تسدد حقها. فهذه هون بيقول لك بالعباره انه انا شروطي انا انه وي وود اولسو لايك تو بوينت اوت, بدنا نوضح لكم نحن ذات انه جرت العاده عنا انه وي يوجوالي سيتل, نحن نسدد اور اكاونتس, بنصفي حساباتنا, بنسدد كل ما علينا من ذمم on document against acceptance basis. مجرد ما سلمنا البضاعة اللي تبعتوا المستندات, يعني ما حابعت لك أنا المال قبل الوقت, أنت قبل ما تشحن البضاعة, بعد ما تشحن لي البضاعة وتطلع المستندات وتوصل للبنك وتأكد أن البضاعة طلعت من عندك, بعدها أنا بسدد لك المبلغ with payment by 30 day bill of exchange. لا هون كمان مو بس هيك, بل تكون عندك أنت هون bill of exchange هون بقى معك 30 يوم من البيل اوف اكسشينج. احنا كلها هالامور راح ناخذها, ما حاعقدكم بالموضوع هلا, حنذكرها بتفاصيلها وقت نتكلم على الاعتمادات المستنديه واوراقها. Could you let us know if you allow cash discounts? هلا اخبرتنا اذا انتم بتعطوا كاش ديسكاونت. As we intend to place a substantial order, بما اننا ننوي ان نعمل طلب شراء كبير ذو يعني حجم كبير, we would like to know what quantity discounts you allow. بدنا حابين نعرف انه انتم شو خصم الكميه اللي انتم بتسمحوا فيه او اللي بتعطوه. نجي على بعدين asking for goods on approval. نحن خلص وقتنا معنا نص ساعه, سامحونا بس هناخذ اخر وحده ونوقف. شو يعني goods on approval or on sale or return? Goods on approval بيقول لك بشكل عام انه اذا انت عندك منتج جديد وما بتعرف اذا المنتج حيمشي عندك في مكان البيع ولا ما حيمشي عندك, يعني انت مش فرض فلنفرض انت عندك صالة عرض ازياء وهذه عندك زباينك موجودين في دبي مول, انت عندك منتجات نزلت تشكيلة جديدة, تشكيلة الصيف نزل منتجات اقمشة نوع مختلف عن كشمير مختلف فرو مختلف, ما بتعرف زباينك حيحبوه ولا ما حيحبوه, فأنت هون حتقول له بكل بساطة أنه بدي أخذ البضاعة عندي, إذا مشيت بحاسبك فيها, ما مشيت برجع لك إياها, يا أما أنا بحط لك بضاعتك عندي على حسابك, إذا باعت بحاسبك فيها. هذا الشيء موجود طبعا موجود, لأنه المعمل عم ينتج 24 ساعة من الشغل, في كتير معامل بدأت يعني يصرف بضاعتها وتفتح سوق لحالها, وهذا حقك الطبيعي إذا كانت بضاعة جديدة بمواصفات بأشكال بأمور جديدة. فهون sometimes retailers بعض الأوقات محلات البيع التجزئة and wholesalers وتجار الجملة want to see how a line will sell, بدهم يشوفوا انه هذا الخط من الانتاج كيف حينباع before placing a firm order with the supplier, قبل انه يدفعوا يحطوا راس مالهم يعملوا طلب شراء مع المورد. Two ways of doing this are by getting goods on approval or on sale or return basis. في طريقتين, نعمل تقول انا بديها on approval or on sale or return basis.
ان ابروفال يعني اذا الزبون اجى حدا وافق عليها، سيل اور ريتيرن يعني انه حطها عندي يا تنباع ما انباعت ورجع لك اياها. In either case the supplier would have to know the customer will. طبعا المعامل هذا الشيء بيوافق عليه اذا كان والله انت زبونه بيعرفك في ثقه ومجتمعين مع بعض عارفان امانتك وثقتك، لانه بالاخير ما اخر شيء يعني بتوقعوا انه واحد يروح يبيع البضاعه وياخذ حقه يشغله بعد شهرين ثلاثه هيك، لا ما يعني لازم هون تكون في اثكس، يكون في ترانسبيرنسي شفافيه وفي ثقه قد يوافقوا على هذا الموضوع. Or would want trade references. ما بيعرفوك، لازم يكون أنت في عندك أشخاص سمعتك حلوة وعطرة في السوق، فبالتالي هذول الناس هذا الشيء بيعطيك قوة. The supplier would also place a time limit. قد يقول لك خليها عندك البضاعة لشهر، خليها عندك 20 يوم، خليها عندك فترة معينة، مو تخلي ليها سنة كاملة. On when the goods must be returned or paid. يا أما خلال بعد شهر، يا أما تدفع لي حقه أو أنك ترجع لي هذه البضاعة. نأخذ مثال. The leaflet advertising your latest hobby magazines interested us. أنه أنتوا عملتوا إعلان تمام وفي مجلة وكذا وهي الشيء نحن عجبنا. And we would like to stock a selection of them. جعبنا حتى النوع من المجلات الليفلت عنا في مكان نقاط البيع. However, we would only consider placing an order if it was on usual basis of sale or return. نحن بس نطلب شراء على شرط انه تكون هي اذا تنباع ما انباعت برجع لك اياها. ما حجيب المجلات حطهم عندي 100 مجلة والاخير اذا ما انباعوا انا ادفع لك حقهم. If this is acceptable, اذا انت موافق على شيء يعني اذا كان ذلك ينال قبولك, we will send you a firm order. نبعث لك نحن طلب شراء رسمي يعني ثابت موثق. In the catalog we received from you last week, بعت لنا كتالوج انت الاسبوع الماضي, في شو بهالكتالوج, we saw that you are introducing a new line of in synthetic furs. شفناك انك انت مطالع نوع جديد من الفرو الصناعي, الفرو الصناعي. While we appreciate that increasing pressure from wildlife protection societies is reducing the demand of real furs. وبما أننا نحن نقدر الضغط الذي تضعه جمعيات حماية الحياة البرية Wildlife Protection Societies, فهذا الشيء عم يخفف الطلب على شو؟ على الفرو الحقيقي. إذن هذا بعبارة تانية أنا عندي محل بيع فرو, لأن الشركة عم تجيب فرو حقيقي, لا عم يعني دب مع مسكدو للدب, عم نجيب فرو صناعي, فبالتالي عم نحافظ على الحياة البرية. فبقول له أنا بقول له هون we are not sure how our customers would react to synthetic alternatives. ما أنا واثقين, إحنا ما عندنا فكرة إذا كان كيف حتكون ردة فعل الزبائن على البديل الصناعي synthetic alternatives بدائل الصناعية. However, على كل حال we would like to try a selection of designs. نجرب بعض التصاميم اللي نحن مختارة. Would it be possible for you, هل يمكنك to supply us and to زودنا with a range, تعملنا أنه هون range كامل on an approval basis, نأخذها نحن إذا زبائننا عجبتهم, to see if we can encourage a demand. فبالتالي هون إذا شفنا والله عين شريحة من الزبائن وحبوها, فنحن هون عم نشجع التصريف والطلب عليها. 3 months would probably be enough to establish a market if there is one. بكيف فينا 3 شهور نخلي البضاعة حتى نشوف إذا فينا نفتح سوق بهذا الخط ولا ما فينا نفتح سوق بهذا الخط. إذن هكذا نحن نكون وصلنا لآخر رحلتنا اليوم. في عنا موضوع هنفتحه تاني, إذن في عنا من الإنكويريز كمان اللي هو العطاءات. يعني قد تكون أنت عم تعمل إنكويري لجهة حكومية, وهذه الجهة الحكومية عم تقول لك والله إن في عنا عطاء أو مناقصة لعمل صناعي أو عمل مقاولات أو غيرها. شو الفرق بين estimate وبين tender؟ هذا ما سيكون معنا إن شاء الله تعالى يوم الاثنين القادم. إذن نستودعكم الله إلى يوم الاثنين القادم. أرجو أن يكون تمكنوا من شراء هذا الكتاب. أنا لا أشجع أبدا أن تبحثوا على, حتى لو كان موجود نسخ هون وهون بالإنترنت, يفضل أنا برأيي الخاص أنك أنت هذا الكتاب أنت عم تدفع قديش حق شاورما وحق
غذاء للبطن، غذاء العقل يستحق أن يكون أيضا طازج، وأن يكون كتاب تكتب عليه الكلمات اللي بطالعها جديدة، تتعب تعرق عليه، خليه هيك جزء منك من حياتك، تشم ريحة الورق قول آخ شو حلوة ريحة العلم، شو حلوة ريحة الإنجليزي، شو حلوة ريحة المراسلات التجارية. صرف على علمك، هذا أحلى استثمار. يعني مثل ما تصرف على ثيابك وبالأخير حتبلى، عم تصرف على بطنك ومعدتك وبالأخير حتهضم الأكل، العلم حيبقى معك، واللي عم تصرف عليه الله حيبارك لك فيه أكثر. ذكرنا لكم مكان الكتاب، إن شاء الله تعالى نتابع رحلة المراسلات التجارية في الأسبوع القادم. وهذا صبحي أخلق، وحييكم من دبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.